الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثلنا اليوم يقول لطاح اليمل تفرس سكاكينه. طبعاً اليمل يشبهوه بالريال، ريال البيت، الريال العود صاحب البيت. لين مرض واستمرض الريال، ما في حيل ولا في قوة، طاح، قوته راحت، هيبته راحت. هذا هو الريال الكبير، رجال البيت اللي يصرف ويعطي ويجيب ويحط، لين راحت قوته، خلاص ما في فائدة. كل قام ياكله من كل صوب، يقززونه كأنه يقززونه بالسكين. الولد لا يسمع كلام المرأة، ولا تسمع كلام الآخر، العيال ما يسمع كلام أبوهم، لأنه خلاص طاح وقع الريال. فتكسر سكاكينه عليه، يعني الكلام وهذه من كل مكان، من العيال، من المرأة، من البنات، من كلش. وين أول بفلان كان له هيبة، هيبة ومكانه في البيت، ما شاء الله كان عليه لي صحر كل اللي يسمع صوته. الحين طاحت، طاح ما في قوة ولا في شيء، طايحين على الفراش ومنوه. لكن احنا لا نقول الريال ريال، حي ميت الريال ريال في البيت. نقول الله يسلمك مثل يعني ضعف الريال وقربت منيته، وكان ما يقدر يعني ما عنده حيلة ولا شيء على العيال. فنقول هذه مثل يوم الأول ما تقدرون تسوون شيء، لكن الحين يوم طاح أبوكم استقويتوا ورحتوا تسوون اللي تبونه. اطلعت البنت بدون شور، طلع الولد بدون شور، رافقوا ناس مهم زينين، راحوا، راح البيت، خارت قوة المرأة مسكينة ما تقدر عليهم. لطاح اليمل تفرس سكاكينه.